محمد الصغير هو صغير بالفعل، اسما ومضمونا وشكلا وجوهرا. محمد الصغير يقول اللهم انصر عبدك الطيب اردوغان وحزبه. الناس دي يا جماعه، الناس دول يا جماعه اللي بيتكلموا باسم الدين دول شويه منافقين نفاق. تخيل هو قاعد في تركيا هناك هربان، قاعد هناك فبيحاول ينافق، بيحاول يشتغل بلقمته يعني. فكاتب تويتر محمد الصغير: اللهم انصر عبدك الطيب اردوغان وحزبه، واحفظ اللهم تركيا واهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم وما انزلته اليوم من الفوز والظفر، اجعل للعداله والتنميه منه النصيب الاكبر والحظ الاوفر، انك بكل جميل كفيل. ايه؟ والله العظيم هذا الكلام كتبه محمد الصغير لاردوغان عشان الانتخابات النهارده. شايفين توظيف الدين؟ شايفين توظيف الخطاب الديني ومفردات الدين وكلمات الدين والدعوات موظفة فين؟ اللهم انصر عبدك الطيب أردوغان، اللهم هذا اليوم لو انت بتنزل رب علينا نصر وبتنزل علينا كل، اجعله لحزب العدالة والتنمية. ايه ده دين ده؟ ده الدين ده ما قريتش عنه، الدين ده ما عرفوش، الدين ده اللي بيحرك الناس دي احنا ما نعرفوش. احنا عندنا الدين بتاعنا دين راقي، الدين الاسلامي الحقيقي راقي، الدين الاسلامي الحقيقي ما فيهوش هذا، مش عايز اقول الفاظ لانه انا فعلا فعلا كم الغضب من هؤلاء وكم الفضيحه اللي قدامي شايفهم امامي عرايا، هؤلاء اراهم امامي عرايا دون اي غطاء لعورتهم. هذا مش عايز اشتم والله، هذا المدعو الصغير وهو صغير رخيص، صغير رخيص بيتحدث بهذا الحديث عن الانتخابات في تركيا. تخيلوا هذا الكلام. قبل كده اردوغان اسمه القرضاوي، اللهم انصر عبدك وامير المؤمنين ومش امير المؤمنين، جاهز بايه؟ هات الفيديو نشوف، خلينا نتفرج. طيب اردوغان هو اللي بيحمي الامه الاسلاميه، والله اقولها حقيقه، الرجل الذي يحمي الهم الامه الاسلاميه في كل مكان هو رجب الطيب اردوغان. نريد الأمة الإسلامية أن تكون معه. إخواننا في قطر هم بجواره. تعال نسمع جزء من كلمة السيد رجب طيب أردوغان. عايز أقول لك نصيحة قبل ما نسمع كلمة رجب طيب أردوغان. أوروبا كلها بطنها وجعتها النهاردة، وكان في كلام على أن أوروبا محددة بعض حاجات كده لتركيا بعد الاستفتاء، كانت مستنية الشعب التركي يقول لا، واوروبا كلها هولندا والمانيا تحديدا كانوا بيدفعوا للمناخبين ويقولوا لا، والاتحاد الاوروبي كله ضد اردوغان. انا بس عايز اوقفك قدام معلومه باخدها مني كده وامشي، معلومه يعني. اوروبا مش قلقانه من ان اردوغان يحولها الرئاسيه زي ما احنا فاكرين في مصر، ولا اوروبا قلقانه من ان اردوغان يخليها سلطنه والقصه دي خالص زي ما برضو فاكرين في مصر. اوروبا تعلم على علم ان الراجل ده خطوه رئاسيه او برلمانيه، خطوه اولى في مشروع عند اردوغان مش مشروع العثمانيه. اردوغان عنده جدول لما بعد نعم، الجدول ده غالبا بيهدد اوروبا. لماذا هذه الحمله الاوروبيه المسعوره على تركيا؟ لماذا يتسابق الاعلام الغربي على شيطنه الرئيس التركي؟ بموجب هذه التعديلات الدستورية سوف ينتقل مركز الحكم في تركيا من البرلمان إلى رئيس الجمهورية اللي هو حاليا الرئيس المسلم أردوغان. حول تركيا للنظام الرئاسي هو قضاء مبرم على النظام البرلماني الذي وضعته الماسونية في تركيا يوم الانقلاب على السلطان عبد الحميد. رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس الوزراء، منصب رئيس مجلس الوزراء سيلغى زي النظام الامريكي، يعني شيء شبيه هو مش نظام امريكي وانا ساتي في الحديث، لكن النموذج الاشهر له حال النظام الامريكي هو كان مشهور من النظام الامريكي اصلا. تركيا شهدت 7 تعديلات دستوريه في عهد اردوغان. 7 تعديلات في الدستور في عهد اردوغان. من 2002 ل 2018 او 17 عندي 7 تعديلات دستورية. بقول كلام دقيق
موثق ارجعوا له. تركيا في عهد أردوغان تم تعديل دستورها 7 مرات بواقع كل 26 شهر تعديل، بواقع كل 2.5 سنين تعديل، يعني كل 2.5 سنين في تعديل. اهو ادي ده الدستور التركي. اول دستور في تركيا في عهد اتاتورك سنه 1924. سيبكم من كل التعديلات اللي في الحكومات التركيه بعد اتاتورك وحتى وصول اردوغان للسلطه في 2002، تم اول تعديل سنه 2002، تعديل مادتين في الدستور في مايو 2004، تعديل مواد 10 15 17 في 2005 يوم 29 اكتوبر، تعديل ايضا في حوالي 10 مواد في سنة 2006، تعديل المادة 76 من الدستور اللي بتخفض سن انتخاب النواب. في سنة 2007 تعديل الرابع عشر في تاريخ تركيا، يعني تم إجراؤه في 31 مايو 2007. وعندي في 12 سبتمبر 2010 تم تعديل 26 مادة في الدستور. كانت هناك تعديلات تنص على تضييق مهمة القضاء العسكري، وذلك من خلال الإشراف القضائي وخلافه. وفي 2017 التعديل اللي تم في 18 مادة في الدستور التركي. يعني عشان ما توهكوش بأرقام وكلام ربما لا يعني يستسيغه البعض، تركيا أجرت تعديلات على دستورها 7 مرات. أهو 7 مرات 7 مرات 7 مرات في كام سنة؟ في كام سنة؟ من 2002 ل 2017. كام سنة يا ابني دول؟ حوالي 16 سنة. يعني في 16 سنة 7 تعديلات، كل 26 شهر تعديل. يعني احنا ما عندنا تعديل دلوقتي في الدستور، عندنا دستور 2014 بنعدله في 19 بعد 5 سنين كفرونا. احنا دلوقتي بنعدل الدستور بتاعنا. بنعدل كام مادة في الدستور؟ بعد مرور 5 سنوات مطلعيننا الإخوان والأتراك والراجل المستشار أردوغان ان احنا خرجنا من الملة الديمقراطية والسياسية والدينية وكله، كفرونا. انا بس برجع وبفكر الناس، والله بفكر الناس، بقول يا ناس يا خلقه، يا اهل الله، يا عالم، يا احرار، يا اللي عندكم دماغ، يا اللي عندكم منطق، يا اللي عندكم عقل، من فضلكم ارجعوا اسمعوا الراجل اللي اسمه اردوغان عدل الدستور بنفسه وهو في الحكم 7 مرات. يا مؤمنين يا موحدين، ما سمعناش حد اتكلم كلمة من الاخوان، ما سمعناش حد قال انه ده غلط، ما سمعناش حد قال ان ده ضد الديمقراطية ولا الحرية ولا تداول السلطة، ما سمعناش حد فيهم قال ان اردوغان هيكون حاكم اوحد وحاكم اله، ما سمعناش حد بيقول انه بيتخلص من القضاء وبيتخلص من الجيش وبيتخلص من الشرطة وبيتخلص من الاعداء ومن الاحباب ومن المعارضين، ما سمعناش حد يتكلم كلمة، لا خالص على الاطلاق. الاخوان خدوا فعلة اردوغان او افعال اردوغان 7 تعديلات دستورية. يا مؤمنين، ما فيش حد فيهم الاخوان قال تعليق واحد عليه، لا، كله اتحزم ورقص، كله مسك الصاجات والطبلة واشتغل زي ما سمعتوا في الفيديوهات. هعيدها لكم تاني، هعيدها لكم تاني دلوقتي، لكن انا هقف عند تعديل دستور 2017. انا جيت في يوم وانا قاعد مكاني بعد تعديلات الدستور التركي، الكلام ده من 1.5 سنة 2 سنين، قلت يا جماعة احنا محتاجين تعديل دستور. اتكلمت كلام في العموم، يعني عملت خدعة بسيطة، وهنعدل 18 مادة. الناس بصت واتخضت، قلت ايه؟ وقعدت اقرا التعديلات، قلت دي مقترحة. 18 مادة قريتهم هنا في نفس المكان قدام حضراتكم. وبعد ما خلصت كلام خطير جدا، كلام والله كلام لا يستقيم مع انبياء منزلين او مرسلين على اردوغان. هو الحاكم الفرد الصمد، استغفر الله العظيم. وبعدين قلت هذه التعديلات تعديلات في الدستور التركي. كله سكت، كانوا مفكريني بتكلم على تعديل الدستور المصري من 2 سنين. لكن انا كنت بقول للناس يا جماعه، هب تخيل انه ده كان في مصر، يا نهار اسود ساعتها يعني. وبعدين قلت يا جماعه الاتراك عملوا هذه التعديلات شايفين ان بلدهم عايز هذا الكلام، خلاص هم حرين. لكن انا بقول رايي ان التعديلات دي فيها 1 2 3 4 5، بقول رايي. لقيت الاخوان، كل الاخوان عم بكرت ابيهم، الفقهاء الباطل بتوعهم، المفتيين بتوعهم، البلطجيه بتوعهم، الاعلام بتاعهم، كلهم في وقت واحد قالوا ايه؟ والله فاكر هذا الكلام، يا ريت تجيبها لي يا ابراهيم. قالوا تعبير وعنوان
مش عايز خلاص قررت ما اقولش كلام قبيح تاني سامحوني بقى خلاص. بيقول الاخوان في حزب الحريه والعداله الاخوان بتوع مصر يعني اللي كانوا موجودين في مصر الحريه والعداله قالوا ايه؟ درس بليغ في الديمقراطيه. درس بليغ في الديمقراطيه بيقولوا على ايه؟ تعديل الدستور التركي في 2017 اللي كان فيه 18 ماده بتجعل اردوغان حاكما الهيا قالوا عليه درس بليغ في الديمقراطيه. درس بليغ في الديمقراطيه ملوش علاقه بالديمقراطيه ده العالم كله ساعتها واوروبا والدنيا كلها ضد لما كل الدول قالت ده دستور اي كلام والتعديل ده بيعمل حكم الفرد وضد الناس ضد المعارضه ضد الصحافه ضد طلع الاخوان دفعوا عن اردوغان وقالوا ايه؟ قالوا اوروبا بتكرهه عشان خايفين من تمدده. اوروبا بتكرهه عشان بتكره الاسلام. اوروبا بتكره وضد الدستور علشان خاطر خايفين من اردوغان اللي يعيد الخلافه الاسلاميه من جديد. سوقوا قاموا بتسويق تعديلات الدستور لاغنامهم لخرفانهم على انها حمايه للدين، حتى انه القرضاوي المفتي بتاعهم بيبكي بيقول اللهم احفظ الاسلام بعبدك الطيب اردوغان. بيفكرني بكلام سيدنا النبي لما قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، هو بيعيدها تاني وكانه نبي الاخوان المرسل من اشاره رابعه العدويه بيقول اللهم اعز الاسلام برجب عبدك الطيب رجب اردوغان. لك من الله ما تستحق قرضاوي، لك من الله ما تستحق، اللهم ارني فيكم اياته، اللهم ارني في هؤلاء اياتك، اللهم ارني في هؤلاء المنافقين اياتك. بعد نتائج الاستفتاء الاخوان المسلمين تهنئ اردوغان نقطتين درس بليغ في الديمقراطيه، ده السي ان ان اللي نقلاها كمان عشان بس انا ما بقولش كلام يعني انا من الذاكره فاكرها اصل الكلمه دخلت في دماغي لسعت دماغي. درس بليغ في الديمقراطيه يا فجره يا كفره يا ولاد الكلب على راي عبد الناصر. درس بليغ في الديمقراطيه، درس بليغ ان اردوغان يعدل الدولة من دولة برلمانية إلى دولة رئاسية ويقول أنا الحاكم الإله الفرد الصمد أستغفر الله وتقولوا عليه درس بليغ في الديمقراطية. قال هذا الفجر وصل بيكم خيالكم المريض وتمثيلكم على خلق الله في كل مكان باسم الدين، الله أكبر. هذا الكلام أهو سي إن إن. الحمد لله أني لم أفقد الذاكرة. درس بليغ في الديمقراطية، الإخوان ينطقون ويطلقون على أردوغان انه بيدرس العالم درس في الديمقراطية لكنهم وصفوه بانه درس بليغ.